يعني اولا ازاي علقت مع المخدرات؟ انا ابتديت اخد مخدرات من سن 21 سنه. مخدرات ايه؟ خدت جميع الانواع. جميع الانواع؟ جميع الانواع. ما سبتش نوع؟ ما سبتش حاجه. وصلت اخر حاجه واخر مرحله وصلت للهيروين. الهيروين؟ ودي كانت اصعب مرحله في حياتي. طب قول لي بدات ازاي؟ يعني عرفت المخدرات ازاي؟ انا بدات الاول بالحشيش. بالحشيش؟ عرفت عليه ازاي؟ من صحابي. خد جرب دي، ده هتبسطك، ده هتبقى كويسه. انت كنت شغال ايه؟ انا كنت موظف في الهيئه القوميه للبريد. قعدت شغال 16 سنه واتفصلت. عشان المخدرات؟ بسبب المخدرات. يعني الفصل بسبب المخدرات؟ ايوه. يعني ما كنتش منتظم في شغلي، انقطاعات كتير، كل فكري ان انا عايز اجيب فلوس باقصى سرعه باي طريقه، باي طريقه كان. اهملت شغلي واهملت حياتي وبقيت بقى متبع اللي هو ايه، المخدرات بس. حصرت نفسي في دايره مغلقه عمال الف حوالين. لا طبعا ما كنتش افقد ان انا، او ما كنتش اعرف ان انا عندي مشكله مع المخدرات ولا انا مدمن. هو الاسم اللي انا كنت، بس اللي انا الفكره اللي انا كنت واخدها ان انا ممكن ابطل وقت ما انا عايز، اخد ده، لا ما اخدش ده، ممكن ما اخدش خالص. طبعا الكلام ده وهم. انا بصيت لقيت نفسي انا عمال اتسرسب من حشيش للبانجو، برشام، كيماويات. خدت كيماويات كمان؟ خدت جميع انواع المخدرات لحد ما وصلت للهيروين، ودي كانت اصعب مرحله عندي في حياتي. يعني بدات عادي كمزاج وانتهيت لادمان؟ كحب استطلاع. حب استطلاع، تعاطي. خد النفسين دول. خد النفسين دول. لقيت نفسي مع الحشيش بيديني مود كويس، اللي هو انا بكمل شخصيتي. اللي انا مش هبقى بقى راجل ومش هبقى شاب تمام وبتاع لما اخد حاجه زي كده. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 48 سنه. يعني قضيت قد ايه في الادمان؟ 20 سنه ادمان. 20 سنه ادمان؟ 20 سنه ادمان. ده انت صرفت كتير قوي. خساره ماديه وخساره نفسيه. كان بيكلفك قد ايه تقريبا؟ كان في الاول كان بيكلفني بحاجات بسيطه، وبعد كده ابتديت بقى اللي انا ايه، يعني كل ما ادوس، كل ما اخد الماده بدوس، دوسي يعلى، فلوسي تعلى. اصعب مخدر قابلته ايه؟ هيروين. للفتره الاخيره؟ انت رحت له ازاي؟ كنت باخد نوع من الكيماويات، دواء. دواء. الدواء دوت وصلت له، وصلت الازازه كان ب 200 جنيه. طبعا هذكر اسامي، كان اسمه كودافين. كودافين. وصلت 200 جنيه. بتجيبها منين؟ كنت بجيبها من سوق السوق. لا 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 لا، ما خدش بودرة، قال لي بس جرب وبتاع وكده. طبعا خدتها عن تجربه، لقيتها، بصيت لقيت ان هي بتديني نفس الايحاء ونفس المود اللي انا كنت باخده من الكودافين، بل بفئه اكتر من، بفئه اقل من الفلوس، اقل من الكودافين. يعني كانت 50 جنيه كان كيفني. يعني ده بتعمل لك دماغ يعني؟ بتعمل لي دماغ. خدتها مره، الثانيه، الثالثه. طبعا هو اللي كان بيجيب لي. انا ما كنتش اعرف. كان اللي هو في الاول اللي كان بيجري ورايا، ابتديت انا بقيت اللي اجري وراه. انا عايز. طبعا كان استغلال. انا كنت بالنسبه لي منتج. انت عايز. طب انا معيش فلوس، طب تجيب لي كليه، طب ماشي، انا تعبان عايز. عايز خد. لدرجه ان انا وصلت بيا الامور اللي انا كنت بتصرف في فلوس ليا وليه. عشان يجيب لي، عشان هو اللي بيجي. ابتدت الصحبه تزيد، وابتديت اعرف السكك، وابتديت اعرف اجيبها منين كمان. ابتديت بقى اتعلمت بقى. انا خلاص بقى ابتديت اتعلمت، حسيت ان انا بجري ورا منها. لو انا بجري على لقمه عيشي مش هجري وراها زي ما انا بجري كده ورا المخدرات. 10 سنين سواد، 10 سنين خساره، مش خساره ماديه، خساره نفسيه. وصلت المرحله اللي انا بقيت المجتمع كله رافضني. انت
طبعا يا اهلي ساعدوني مره واتنين مفيش فايده. بصيت لقيت نفسي انا في دايره عامل زي الكلب الجربان ماشي في الشارع كله بيتلاشى مني. طبعا البيبان كلها اتقفلت، مراتي خدت ابني وراحت قاعده عند اهلها. طبعا بددت نصبت حورت كدبت سبتش حاجه ما عملتهاش، مدمن سبتش حاجه. كل تخيلي في دماغي اللي انا عايز تعمل دماغ. عايز اعمل دماغ. ايه يعني ايه تعمل دماغ؟ يعني اسمع الكلمه دي موجوده في كل الاوساط كده، لا انا احس ان انا شخص مختلف غير الناس، ان انا يعني مزاجي عالي قوي. لان هي وصلت بيا مرحله اللي انا ما بقتش فعلا بالفعل اللي انا اقدر اتحرك او اقدر اتكلم او اقدر احل مشكله او اقدر اخش في حوار مع اي حد لما اخد مخدرات. من غير مخدرات انا لا اسوء، ده اعتقادي بيني وما بين نفسي. ده اعتقادي انا بيني وما بين نفسي. انت مش هتعرف تتكلم مع الناس ولا تعمل الناس الا اذا خلاص بقى انا خدت على كده. انا مش عارف اتكلم الا لما اخد الضربايه، مش عارف احل مشكله لما اخد ضربايه، لدرجه ان انا وصلت بيا امور ان انا يعني ما ينفعش ان انا